نبدي هسه ندخل في بعض الخصائص والتفاصيل الخاصه بالاوبام سبيسيفيكيشنز بخواص دوائر الاوبام ومن اول هذه الخواص ومن اول هذه المواصفات هي ما يسمى بالدي سي اوف سيت الدي سي اوف سيت ما هو كلمه اوف سيت شباب معناها ازاحه شوف لاحظ احيانا هسه تجيب هذا الاوبريشنال امبليفاير لو فرضا هذا الاوبريشن امبليفاير هذا الانبوت مالت النيجاتيف وهذا الانبوت الموجب ولو فرضا اجيت واثنيناتهم سويت لهم جراوند يعني خليت ما ربطتهن ثياتهن على زيرو فولت تلاحظ برغم من ان الانبوت اصلا ما مربوط على شيء طافي اصلا طافي لكن اذا جبت الفولتميتر او قست الاوتبوت راح تلاحظ وجود فولتيه معينه هنا بالاوتبوت على الرغم من أن الانبوت هو ما مربوط، الأنبوت صفر لكن هنا فولتيه معينه بالاوتبوت قد تكون قيمتها يعني قيمتها قليله لكن موجوده مقاسه يمكن تحسسها قد تكون مثلا 26 ملي فولت زين هذه مينيجت هذه الفولتيه اللي موجوده هنا يعني مينيجت هو ماكو انبوت اصلا فاذا اخذنا القانون اللي يقول في الفي اوت يساوي الجين ال 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 المحصله في الانبوت زين الانبوت صفر فمهما كانت المحصله ال Gain هنا قيمه الرافعه اذا ضربتها في صفر يطلع في اوت صفر هذا نظريا لكن شو بالواقع العملي جاي تطلع لي قيمه هذا معناه اذا اكو شيء هنا بالاوبريشنال امبليفاير جاي يزحف او جاي يزيح الفولتيه يشفتها باتجاه معين يعني جاي يسوي لها اوف سيت يعني نسبه خطا جاي تطلع عندي بالفولتيه قيمه نسبه الخطا هذه هي اللي تقيسها في حال كان الأمبوت صفر زين هذه نسبه الخطا منين جايه؟ طبعا تجي من عاملين رغم انه الانبوت هو صفر لكن هذا الاوف سيت الدي سي اوف سيت الفي اوف سيت تجي من عاملين، العامل الاول هو رغم انه الانبوت اللي عندي حاليا هو صفر فولت لكن اكو بسبب الفرق بين الانبوتين انه مستحيل يكون ايدنتيكال متطابقين هذين الانبوتين. وبسبب السيركت الداخليه للاوبريشن امبليفاير فتتولد هنا فولتيه قليله جدا جدا هذه الفولتيه القليله تتولد بسبب الستاتيك خلينا نسميها الستاتيك تشارج او الستاتيك فولتج اللي موجوده او لاكفة بسبب النويز اللي موجوده من السيركتس المجاوره الاوبريشن امبليفاير رغم انه موجودة هنا صفر لكن هنا موجوده فولتيه قليله متولده ما شلون مثل مرات انت ايدك يصير بها كهرباء ساكنه هذه الفولتيه انا راح اسميها راح اسميها الفولتيه فولتيه الانبوت الاوفسيت في اي او هذه الفولتيه بالتاكيد حتى لو كانت جدا قليله لكن بسبب ضخامه الجين اللي موجود بالاوبريشن امبيليفاير راح يضخم لي اي شيء حتى لو كان قليل فتطلع لي فولتيه محسوسه بالاوتبوت. هذا اول سبب لوجود اوفسيت بالاوتبوت. السبب الثاني قلنا ما دام انه الأنبوتين الذني اللاينات والسيركت الداخليه هي المفروض متقابله هنا هو غير متطابقين الانبوتين هنا وبسبب وجود اكو فرق جهد قليل جدا فهذا يعني وجود التيار اللي مر هنا بهذا الانبوت يختلف قليلا عن التيار اللي مر هنا في هذا الانبوت فاذا اكو تيار راح يصير محسوس يمر بالانبوتين بسبب وجود فرق جهد وبسبب انه الانبوتين غير متطابقين فرح تمر حركه شحنات تيار ولو قليل جدا جدا في الانبوت هذا التيار طبعا ممكن ان يضخم ايضا وياثر على الـ 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 يعني وجود التيار اكيد وجود تيار معناها وجود فولتيه فهذا التيار راح يضخم تاثيره وايضا راح يطلع لي بالـ V اوت على شكل Voltage Offset تمام هذا التيار احنا راح نسميه تيار الانبوت الاوفسيت طبعا خلي ببالك خلي ببالك جاي نحكي انه عنده وجود عندما يكون الانبوت صفر يعني هذني الاي الاي اوفسيت والفي اوفسيت هذني هن اصلا بالتركيب الطبيعي للاوبريشن امبليفاير هذني ما مرتبطات بالانبوت لان الانبوت صفر فهذني يعني يا ريت انه تفرقون بين هنا وبين الفي انبوت مثلا الاصليه اللي نشدها على الاوبريشن امبليفاير زين خلينا جينا نحلل تاثير الاوفسيت الفولتج اوفسيت للسيركت هذه ونشوف احنا شلون نطلع نقدر نحسب الفولتج او نقدر نحسب الدي سي اوفسيت للفولتية الاوتبوت يعني نحولها الى قانون ونحسب لها الحسابات. خلينا ناخذ بالبدايه تاثير الفولتج الفولتية الاوتبوت الاوفسيت بالنسبه الى الانبوت اوفسيت تمام؟ فالانبوت input الفولتي الاوتبوت الاوفسيت بالنسبة إلى الفي V input اوفسيت ايش راح تكون؟ لاحظ هنا هسه أنا عندي هذا الاوبريشنال operational amplifier، هنا أنا ما دام إنه الانبوت صفر، فإذا على اعتبار إنه الانبوتين أنا رابطن على الجراوند. زين؟ أريد اصفرهم فرابطن على الجراوند. تمام. هنا أنا إذا رابطن على الجراوند باعتبار انه هذه الفي انبوت اوف سيت هي قلنا احنا راح تتولد هنا في انبوت اوف سيت فراح امثلها على انه هي مصدر خاص مصدر انبوت طبيعي هذا المصدر الانبوت اسمه في انبوت اوف سيت خلينا نعطيه فولتيه قليله المهم هو موجود زين خلينا نجي نحلل الدائره بالنسبه الى وجود الفي انبوت اوف سيت بما انه الفي اوت انا قانون ايش يقول يقول هو الجين في الفي انبوت زين شنو انا عندي هسه الفي ال الفي انبوت هو عندي ما دام في 2 ناقص في 1 تمام هذا الشيء نعرفه زين الفي 2 شنو ال الفي 2 هو هذا الفي انبوت اوف سيت والفي 1 ال الفي 1 هو هذا زين فلذلك ايش راح يطلع عندي القانون الفي 2 معناها هي ال انبوت اوت بوت الفي انبوت اوف سيت العفو حلو والفي 1 ال V1 عندي هنا راح يطلع هو لاحظ هنا راح يطلع هو ما دام أنا عندي هنا فيرتشوال جراوند وعندي ذني مقاومات مربوطات على التوالي ما بين مصدر فولتية وما بين جراوند فإذا هنا ايش عندي أنا؟ فولتج ديفايدر زين؟ فال V1 هو عبارة عن فولتج ديفايدر هذا الفولتج ديفايدر شو يقول؟ يقول يابا Vout في اوت في ار1 على ار1 زائد ار زين هسه طلعنا ال V2 وطلعنا ال V1 تمام فعندي هسه اني طلعت انه ال V انبوت طلعت لانه ال V2 قلت هو ال V انبوت اوف سيت وال V1 اللي هو عباره عن الفولتج ديفايدر هسه عوضها الاثنين بالقانون فش راح يطلع لي راح يطلع لي ال V اوت اللي هو ال A في ال V انبوت وما دام ال V انبوت هو V2 اللي هو ال V انبوت اوف سيت ناقص ال V1 اللي هو هذا فاقدر اقول ان الفي اوت يساوي فاذا هسه صار عندي الفي اوت هو آه الجين في الفي 2 ناقص الفي 1 اللي هو طلع لنا قانون زين هذا طبعا باعاده ترتيب هذه الـ الـ المعادله باعاده ترتيبها ممكن انا ايش اقول ممكن انا اقول الفي طبعا اعاده ترتيبها ليش لان عندي في اوت هنا وعندي في اوت هنا فهي اعاده ترتيب رياضيه ممكن اقول انه الفي اوت اللي هي طبعا راح تطلع لي اوف سيت ليش اوف سيت اصلا ما عندي انبوت um ما دام يصير ذات الجراوند فالفي اوت هنا اوف سيت ايش راح تطلع الفي اوت اوف سيت بالنسبه الى وجود الفي انبوت اوف سيت راح تطلع لي v Offset في انبوت اوف سيت في r 1 زائد ار علي r ار1 هذا قانونها تمام زين هذا بالنسبه اه تاثير ال في انبوت اوف سيت ال في اي او على ال في اوت بوت اوف سيت زين خلينا نجي نشوف تاثير الكرنت تاثير الاي انبوت اوف سيت على ال في اوت بوت اوف سيت باوع هنا هسه انا عندي شوفي هاي السيركت، سيركت طبيعيه هي اوبريشن امبليفاير لكن المشكله او الفرق فاذا انا عندي هسه هذا اوبريشن بالفاير عادي سيركت عاديه لكن الفرق انه انا هسه عندي ما عليه انبوت، الانبوت جراوندد هي الانبوتات جراوندد لكن مع انه الانبوت ما موجود لكن اكو تيارات جاي تسري قليله جدا قليله قيمتها لكن تاثر علي طل... لان انا اي شيء هذا مضخم هذا يسوي من الحبه كبه. يعني شلون واحد يهول المواضيع انه حصرة تقول له موضوع تافه يسوي من عنده موضوع كبير، نفس الحاله الاوبريشن امبليفاير يضخم حتى التوافه فلذلك هذا التيار رغم انه هو تافه وصغير لكن يضخم لان الاوبريشن امبليفاير في رافعه فلذلك انا ممكن اعيد تمثيل هذه السيركت بالاخذ بالاعتبار تاثير التيارات اللي هنا فاذا مع الاخذ باعتبار وجود هاي التيارات فانا ممكن اعيد تمثيل هذه السيركت بالشكل التالي انه امثل التيار اللي مار هنا بمصدر فولتيه انا ما دام هو فولتج امبليفاير فاقدر امثل التيار اللي مار هنا بمصدر فولتيه لكن انا مصدر فولتيه هو عباره عن قيمه التيار هذا الصغير جدا مع قيمه المقاومه زين سويت عباره عن مصدر فولتيات هسه حتى اطلع قيمه للفي اوت ما دام هنا انا عندي أمبوتين وثلاثه المتطابقين، فراح استخدم طريقه السوبر بوزيشن زين فاعتبر انه آه، لاحظ هنا من صار شباب ملاحظه من صار هنا انا عندي هذا مصدر، سويت مصدر فولتيه اللي هو عباره عن هذا التيار يعني هذا افتراضي مصدر فولتيه انا سويته على اعتبار انه التيار موجود تيار وموجوده مقاومه فاذا يعني باعتبار انه موجود مصدر فولتيه زين وهنا أنا ايضا مصدر فولتي لو تلاحظ هنا أنا صار اكو انبوتين واحد على الانفيرتنج واحد على النون انفيرتنج زين هسه هذا شو اعتبره انا الاوبريشن بليفاير اعتبره انفيرتنج لو نون انفيرتنج ما اقدر أعتبر شيء فش راح اسوي؟ راح استخدم السوبر بوزيشن حتى اقدر اطلع قيمه للفي اوت فراح اخذ بالبدايه راح شو اسوي؟ راح الغي هذا الانبوت وراح اخذ هذا الانبوت واعتبر الاوبريشن بالفاير Inverting نوب no بعدين راح الغي هذا الانبوت وراح اخذ هذا الانبوت وراح اعتبر الاوبريشن بالفاير نون انفيرتنج سوبر بوزيشن والنوب اجمع الموضوع راح تطلع لي الفي اوت الكليه ففي حاله اولا اذا اخذت هذا الانبوت سوبر بوزيشن راح استخدم اذا اخذت هذا الانبوت وصفرت هذا الانبوت فالفي اوت اكيد هي راح تطلع لي هنا حطيت عليه اشاره سالبه للتمييز معناها انه الفي اوت هي راح تطلع لي عكس الفي ان فالفي اوت حسب القانون اللي احنا نعرفه انه تساوي الفي انبوت مضروبه في الجين والجين هنا انا استخدمت الجي ما استخدمت الاي ليش؟ لان هنا انا عندي هي سيركت فاذا راح استخدم الكلوزد لوب جين مو الاوبن لوب جين فعندي الفي انبوت مضروب في الجي جاي احكي انا هنا هذا الغي هذا وكانه ما موجود زين شنو الفي انبوت؟ هنا الفي انبوت هو عباره عن هذه هذه في اللي هي الكرنت الانبوت البايز ذو الانحياز السالب هذا راح اسميهن هيك تسميات حتى افرقهن يعني زين هذا الاي اي بي مضروب في قيمه المقاومه المقاومة 1 زين هذا بالنسبه للانبوت الفولتج الأمبوت بالنسبه للجين ما دام انه انا هسه عندي اوبرشن امبليفاير عادي من نوع انفيرتينج وعندي هنا النون انفيرتنج هو مصفر فاذا تتذكرون قانون الجين كلوز لوب جين الاوبريشن امبليفاير الانفيرتنج اللي هو شو يقول؟ يقول الجي تساوي ناقص ار اف على ار1 زين تعالوا خلينا نحطهم هذني كلهن نسويهن في نضبطهن هنا على هذا القانون فراح يطلع الفي اوت السالب في ح... في الحاله الاولى اذا اعتبرنا انه هذه السيركت هي انفيرتنج راح تطلع لي الانبوت الكرنت الانبوت البايز السالب مضروب في الار1 يعني الاي اي بي السالب مضروب في الار1 ومضروب في ناقص ار على ار1 هذا بالنسبه للحاله الاولى زين هسه هو سوبر بوزيشن اصفر الانفيرتينج هنا أنا اصفر هذا المصدر الغي اسوي جراوند واخذ المصدر التالي هنا ال في اوت راح اخذها ايش اقول ال في اوت هي تساوي ال V انبوت في الجين هسه هذا شيء ثابت زين الفي انبوت شنو عندي عندي هذا اللي هو الاي اي بي الموجب هاي الفي انبوت اللي عندي الجديد صار في الار سي هاي الار سي فاي اي بي موجب في الار سي والجين شنو عندي ما دام هو صار نون انفيرتينج قانون النون انفيرتينج الجين ما نون انفيرتينج شو يقول يقول 1 زائد ار اف على ار 1 فاذا راح يصير في 1 زائد ار اف على ار 1 يعني اختصرت انا هذه الخطوات اعطيتكم عشان هذا القانون واضح هذا؟ تمام اذا صار عندي هسه حالتين الاوتبوت الحاله الاولى اذا كان هو انفيرتينج والحاله الثانيه اذا كان هو انفيرتينج فنقدر اطلع الاوتبوت الكلي باش اقول الفي اوتبوت الكلي هو يساوي الاوتبوت الثاني ناقص الاوتبوت الاول زين ليش؟ طبعا هنا انا هو <applause> الاوتبوت الاول هو انفيرتينج هنا اشاره سالبه هو المفروض موجب الفي اوتبوت المفروض انا أجمعهن بس هنا لي اشاره سالبه فصار ال يعني هذا الاوتبوت الفي اوتبوت موجب ناقص الفي اوتبوت هذا السالب تمام هسه هذا عندي قانون طلعت به الاوتبوت الكلي في حاله وجود الانبوت الكارنت ان بايز اللي هو بالسالب والموجب زين خلينا نكمل غالبا اغلب الاحيان في هيش تصميم دوائر احنا قلنا دائما انه تصميم الدوائر ينحى نحو انه تكون السيركت ابسط ما يكون وهذا معناه انه كون المقاومات يعني يعني المقاومات المفروضة تكون لأقصى قدر ممكن المفروض تكون متساوية فعادة ما تكون الـ R1 أو العفو الـ RC هي مساوية للـ R1 زين احنا عندنا هذا القانون اللي ماخذين به بالاعتبار RC ماخذين به بالاعتبار R1 فاذا قلنا إنه الـ R1 تساوي الـ RC او الـ RC تساوي الـ R1، إيش راح يتحول هذا القانون؟ راح بس نحط هنا أنا مكان RC راح نحط R1. زين؟ فالقانون راح يتحول بهالطريقة. هنا أنا حطينا R1 بدال RC. زين؟ خلي نجي نصفط هذه المعادلة وخليني نجي نختصرها ونطلع نحاول نطلع قانون مختصر وقدر الامكان ل آه الاوتبوت الاوفسيت في حاله وجود تيار اوفسيت هنا انا شو راح اسوي راح ادخل الار 1 على القوس طبعا عمليات رياضيه راح تصير مجرد عمليات رياضيه لكن لا ضير بان نشرحها هنا راح ادخل ار 1 على القوس راح تصير بهالشكل ار 1 زائد هنا دخلت أيضاً مع القوس وهنا ايضا ندخل الار 1 على القوس يعني هي اصلا مضروبه في القوس زين هنا راح تصير عندي عمليات اختصار راح اختصر هاي الار 1 وهاي الار 1 وراح تختصر هاي الار1 وهاي هاي الار1 فش راح يصير عندي, عندي المعادله راح يصير عندي المعادله بهالشكل اي اي بي الموجب r 1 زائد الار اف اللي بقت هنا من الاختصار ناقص الاي اي بي في الار اف اللي بقت هنا من الاختصار زين هنا في هذه الحاله هسه وصلت على هذا القانون اقدر اهمل تاثير الار1 بعد ليش جراوندد الار1 ما ما تاثر عندي انا شو اللي ياثر عندي راح هنا انا حتى لو مر بها تيار، حتى لو عندي فولتيه راح تكون قليله جدا وما محسوسه، فممكن انا الغي تاثير الار1، التاثير الحقيقي راح يطلع لي على الار اف. فاذا صفرت الار1 شو راح يتحول لي القانون؟ راح يتحول لي الى هذا الشكل اي اي بي موجب في الار اف ناقص الاي اي بي السالب في الار اف. هسه اذا اخذت عامل مشترك راح يصير ار اف مضروب في القوس هو الاي اي بي الموجب ناقص الاي اي بي السالب. الاي اي بي الموجب ناقص الاي اي بي السالب هذني هاي المعادله تمثل لي الانبوت التيار الانبوت اوف سيت فالتيار الانبوت الاوف سيت هو اصلا شو يساوي؟ يساوي هو اصلا الفرق بين التيارين المارين بالادخالين فهو الفرق بين الاي اي بي الموجب ناقص الاي اي بي السالب فاقدر اعوض اقول ان تيار الانبوت اوف سيت هو يساوي هذا الحد فاذا انه اقدر اقول انا الفولتيه الاوف سيت اللي راح تطلع لي بالنسبه او بالاخذ بالاعتبار تاثير التيار الانبوت الاوف سيت راح تطلع لي تساوي اي انبوت اوف سيت في الأر اف هذا راح يطلع لي القانون. زين هسه صار عندي قانونين للفولتيه الاوف سيت واحد بتاثير الفولتيه الانبوت الاوف سيت وواحد بتاثير التيار الانبوت الاوف سيت اقدر اجمع لنا القانونين بالقانون التالي اللي يقول الفي اوف سيت الكليه هي الفي اوف سيت اللي آه عن طريق آه فولتيه الانبوت الاوف زائد ال اوف سيت اللي عن طريق تيار الانبوت الاوف سيت كلهن اخذ قانون قانونهن كل واحد اخذ قانونه واجمعهن يطلع لي الفي اوتبوت الاوف سيت الكليه هسه عندي هذا المثال <applause> اللي يقول calculate the total offset voltage for the circuit of the figure below for an op-amp with the specified values of input offset voltage V input offset هسه عندي 4 ملي فولت and input uh, offset current I input offset هو عباره عن 150 نانو امبير uh, فاقدر انه اقول القانون هذا المثال اللي موجود امامكم اقدر اقول انه الفولتيه الاوفسيت بالنسبه الى تاثير الانبوت offset هي حسب قانونها هذا اعوض مباشره بالقانون راح تطلع لي ايش قد راح تطلع لي 4 أربعة... 404 ملي فولت النوب اخذ تاثير التيار الانبوت الاوف سيت اللي هو تساوي قيمه تيار الانبوت الاوف سيت اللي هو 150 نانو امبير مع قيمه المقاومه الار اف راح يطلع لي 75 ملي فولت اجمع ذني القيمتين راح تطلع لي الفولتيه التوتال الاوف سيت هي عباره عن 479 ملي فولت هذا تطبيق مباشر هذا المثال يعني بس لمجرد حتى توضيح انه القانون شلون يشتغل